حضرت مش هكا اللي يخدموا اديستونس وقت اللي هو يحب يحضر. لا عملنا جلسات بالنسبه للكوفيد 24 جويل صارت جلسه 23 جويل صارت جلسه، عملنا جلسات وجلسات وتنقلنا على الميدان وخدمنا على كل حال. هذا ان شاء الله انا اتمنى انه تصير تحقيق في اللي صار في الكورونا. اتمنى من اول حاله كورونا في تونس الى يومنا هذا هناك العديد من الحقائق ستنكشف للتوانسه. كيفاش انا تو طلبت وقت انا في البرلمان طلبت بلجنه باش تحقق علاش اللي صار فينا الوضع هذاك في الكورونا، علاش ما تحضرناش بكدا، وعلاش التلقيح ما جاتش في الوقت المناسب. هي. ما عنديش اليوم ما نجمش نعطيك اجابات خاطر متاكده الاجابات المتاكده تونس طلبت التلقيح في وقتها طبعا، مش كنا متاخرين وقالوا طبعا. وزير الصحه الاسبق راهو قعدنا لهين وطلبنا بعد الدول الاخرى. شوف موضوع مش الكورونا قال عملنا ندوه صحفيه وقالوا بالروتار خذينا تونس قايده وهانا نستناوها. السيد وزير الصحه راهو عينه السيد قيس سعيد اي وخدم في حكومه سي هشام المشيشي اللي دعمها ائتلاف الحاكم نتاع البرلمان. كل واحد يتحمل مسؤوليته. انا كان صوتي عالي وكنت نحكي على الاخفاقات في المسار نتاع مجابهه كورونا وناديت انه الناس تتحمل مسؤوليتها ونجنبوا التوانسه المزيد من الموتى. انا اليوم نطالب بتحقيق او السيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله يسمعني ولا المحيطين به باش يعملوا تحقيق حقيقي خل تنكشف الحقيقه شكون قصر في حق التوانسه في الموضوع هذا. كأنك توجه في اصابع اتهام لاطراف بعينها. عندي تساؤلات انا. ما نوجهش في اتهامات، انا عندي تساؤلات، انا انسان نحب نكون مسؤول، نحب نتحمل مسؤوليتي، واذا كان انا في البرلمان بصفتي رئيس لجنه الصحه قصرت في حاجه انا مستعد ان اتحمل مسؤوليتي كامل. البرلمان ما كانش في احسن حالاته واشتغل عليه. باش يتشوه وتشوه فعلا يتشوه. طبعا جيوكم البرلمان كل شيء كان مبرمج صحيح، كل شيء كان يبث في المباشر والحمد لله انه الجلسات كانت تبث في المباشر في العلن. شفنا زميلاتكم نواب يتضربوا حد ما يهبط يتدخل، ناس تصور، ناس خارجه، ناس جايه، اللي يجيب لابس كاسك خاطر خايف لا يعتديوا عليه، اللي تنحيوا لها الحمايه الامنيه وغيره، وكلام يتحكي كل شيء في البرلمان الا الدوله ومصلحه الدوله التونسيه. كل شيء من برا هذا الناس جات تخدم عليكم من برا تحكي كل شيء فيكم ونعرفوا شكون الكتل، وما بين قوسين حتى الكتله اللي عملت الشيء هذا كل تعرفوها تابع شكون ودعم لشكون. شوف كل شيء بالمشكوك، شكون اللي جاي من برا. البرلمان اليوم ربما اذا كان فما بعض الحاجات كانت غامضه اليوم تكشفت، وانا شخصيا مقتنع اللي تم الاشتغال على البرلمان لتشويهه باش يقع حل. انا عندي قناعة الناس اللي شوشت واللي وترت عمل البرلمان والناس اللي أساءت إدارة البرلمان، فما ناس أساءت إدارة البرلمان. راشد الغنوشي أساء طبعا، هو رئيس المجلس هو اللي تحمل المسؤولية الأولى. هاكم حضرتوا معاه كي دعالكم للجلسة الاستثنائية، احنا ما صوت الناس راشد الغنوشي انت كي تقول راهو السيد هذاك أساء ويلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا احنا مادام عندنا أمانة، مادام عندنا أمانة والشعب صوت لنا وعطانا ثقته يلزم نتحملوا مسؤوليتنا. مانيش باش نتخباو، مانيش باش نخافوا، احنا عندنا أمانة والأمانة هذه أن نجنب بلادنا الانزلاقات ونحب نلقاو حلول هذا باش نمشيو جميل تجنبها الانزلاقات ومن بعد ترجع نفس السبب اللي صارت عليه النتيجة تعاود ترجع من الباب الصغير وهي نعملوا جلسة استثنائية باش ترجع نفس كما يقولوا في الكورة نفس اللعب مازال يلعب. شنو اللي تبدل؟ حتى شيء. بعد 25 جويلية تحدثنا برشا على مشروعية السيد الرئيس والشعبية نتاعو وهذه فندتها الاستشارة، الاستشارة الفاشلة رغم المجهودات الكبيرة اللي قاموا بها والمصاريف الكبيرة اللي صرفوها، الاستشارة فشلت. شنو المصاريف اللي صرفت عليها الاستشارة؟ ثم عديد الناس اللي تنقلت في الجهات وفما سيارات وفما لافتات وفما إدارات يعني تم توظيفها وفما كل شيء، ومع ذلك وصلنا ل 500,000. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه السيد الرئيس قال كيما الانتخابات، الانتخابات كانت فما اقبال كبير معناها اغلبيه صامت، فما 3,500,000 صوت في الانتخابات. الثقافه نتاع تونسي فيها في استشاره واستفتاء وانتخابات في الانتخابات الرئاسيه 3,700,000 تونسي صوتوا اليوم في الاستشاره فقط 500,000. فرق كبير بين اللي مشاو للانتخابات الاولى بعد 2011 قرابه 7,000. هذا راي على كل حال، هذا راي. وشوف 3,000 الحاجه الثانيه بعد المشروعيه، وينهم سي بعد المشروعيه؟ هذوما ناس ما عادش عندهم ثقه في السياسيين، الناس ما خرجوش الاستشاره لانه ما عادش عندهم ثقه في السياسيين، كل الطبقه السياسيه. هذاك علاش انا نطالب اليوم انتخابات تشريعيه ورئاسيه سابق الاوانها، باش نجنبوا بلادنا المخاطر الاقتصاديه اللي تهددنا، باش نجنبوا بلادنا العزله الدوليه. بعد
التقرير نتاع اللجنه، لجنه الشؤون الخارجيه نتاع الاتحاد الاوروبي، نعم، اللي قالت تونس كانت تعتبر مناره للحريه وللديمقراطيه في الدول العربيه، وقالت تونس راو فيها توازي شرعيه بين رئيس الجمهوريه وبين النواب، خاطر الاثنين استمدوا الشرعيه نتاعها من انتخابات شعبيه ومن نفس الدستور، بالتالي شرعيه الرئيس اليوم مرتبطه بشرعيه النواب، ما عندها حتى علاقه. واذا كان فما لا عندها نفس العلاقه، انت تستشهد بالسونداج دوبينيون، نتائج صبر الاراء مازالوا لليوم قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت في الرئاسيه، كانت تصير غدوه ولا بعد غدوه ولا العام الجاي كلاسمو بروميي ب 77% اريحيه واغلبيه مريح، في المقابل يقول لك البرلمان راه ما نحبوش عليه. باه نفس العباد غير برلمان، نفس الناس. فما دولة في العالم فما فيهاش برلمان، واذا كان السيد رئيس الجمهورية اللي كانت استطلاعات الرأي تعطيه النسب الهائلة هذية، يخلينا نمشيو نجددوا الشرعية ونجنبوا بلادنا هالأزمة السياسية هذية، خاطر الأزمة السياسية هي اللي تترجم في أزمة اقتصادية. اي الانتخابات الجاية علاش تعطيونا احساس وكأنكم عندكم تخوف.